هو يوم من كل عام تحتفل فيه مدرسة دار الطفل العربي في القدس المحتلة بالتراث الفلسطيني. مرافق المدرسة احتوت فعاليات عديدة ضمن تنظيم يوم تعليم عن طريق اللعب لطالبات الروضة كي يتعرفن ويشاهدن تراثهن عن قرب. كل أطفالنا من هن صغار نعلمهم ونعرفهم عن التراث والشعب الفلسطيني مشان يتمسكوا فيه طول ما هن موجودين يعلموها لأولادهم في المستقبل. فبتلاحظ إنه كلهم أطفال هذه الروضة والحضانة اللي عاملين الاحتفال. الطالبات تعرفنا على بعض الأطعمة الشعبية وكيفية إعدادها، إضافة لعرض معدات وآلات قديمة غابت عن المنازل هذه الأيام لكنها كانت يوما ما في بيوت الأجداد. بالنسبة للأهل وللطفل بتزيد جذور الترابط بالتراث تبعنا، بتعرف الطفل لأول مرة إيش هو الزي الفلسطيني، إيش هي المنقوشة، إيش هي النكت الشعبية اللي قاعد أحكيها هلا قبل شوي أبو عيشة. الطفل برضو بيستكشف وإحنا بنسترجع ذكرياتنا بهاي الأشياء. تعد مدرسة دار الطفل العربي من المدارس العريقة والقديمة في القدس، فهي تحكي تاريخ المدينة قبل عقود. تأسست عام النكبة وبدأت كمأوى للأطفال الأيتام الناجين من مجزرة دير ياسين، وباتت صرحا تعليميا متقدما. لا يفوت الفلسطينيون في القدس أي فرصة لإثبات هويتهم، فبرغم الصعاب وتضييقات الاحتلال يرون أن هذه النشاطات تعزز قيمها عند الأطفال منذ الصغر. أحمد جرادات، العربي، القدس المحتلة. وللمزيد معنا من القدس سيدة ماهرة جمال الدجاني، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة دار الطفل العربي. أهلا بك معنا سيدة ماهرة. إذن حدثينا أكثر عن طبيعة هذه الفعاليات التي تعرف الأطفال بالتراث. السلام عليكم. عليكم السلام. نحن كل عام بنعمل يوم تراث الفلسطيني، مش بس في الروضة كمان في المدرسة، يعني في يوم المدرسة بتعمل ويوم تاني بتعمل الروضة، فبنفرجيهم كل الأشياء القديمة حتى يتعرفوا عليها، وبنفس الوقت بنفتح لهم المتحف لأنه في عنا متحف للتراث الشعبي الفلسطيني، كمان بزوروا المتحف وبيشوفوا الأشياء، الملابس القديمة، الأدوات القديمة، القشيات، المواد، أدوات الزراعة، كل هاي الأشياء بشوفوها في قلب المتحف، وكمان بنجرب نعلمهم كيف يستعملوها. فيعني هو يوم فرح كمان بالنسبة للأطفال، بحسوا بتعلموا كل شيء عن طريق اللعب وعن طريق الفرح. نعم. فبيشاركوا فيه كل طالبات الروضة والحضانة، حتى الحضانة بنخليهم يحضروا هالإشي هذا. نعم، هذا في يوم من أيام السنة، لكن على مدار السنة المدرسة والجمعية تقوم بنشاطات ثقافية أيضا وتربوية وتراثية متعددة. لو تضعينا في أبرز هذه الفعاليات والنشاطات. أبرز هذه الفعاليات هي ترتيب رحلات إلى أنحاء فلسطين حتى يتعرفوا على بلادهم وخصوصا القرى المدمرة والمهجرة. فكل سنة لازم نعمل لكل صف، لكل بنت، رحلة على هذه القرى حتى تضلها تتذكرها. كمان في نشاطات تانية، في عنا فرضا نشاطات رياضية، مباريات، في عنا نشاطات دبكة، في عنا نشاطات ثقافية بنعملها وبنشارك فيها، يعني مش بس في فلسطين، كمان بنشارك في مسابقات عربية حتى كمان يتعرفوا العرب على مشكلة الفلسطينيين وعلى حياتنا الصعبة اللي نحن بنحياها في القدس. طيب، من يرعى هذه المدرسة سيدة يعني ماهرة؟ هل هناك جهة راعية؟ أقول لك هلأ، دار الطفل العربي جمعية خيرية تعتمد على تبرعات أهل الخير فقط. أهل الخير هن اللي بيدعموها، والرسوم المدرسية بتساعد، إنما لو بدنا نركن على الرسوم المدرسية لحالها
ما بتكفي، لأنه عندنا 91 موظف ورواتبهم عالية، وحتى هن بيقولوا رواتبنا قليلة. أنا بقول يعني بالنسبة لرواتب زملائهم اللي في القسم الثاني من القدس طبعا قليلة، وبيستاهلوا إنهم ياخدوا أكتر، بس نحن ما بنقدرش لأنه إمكانياتنا المادية ضعيفة، والناس اللي بتبرعوا لنا عمالهم بيقلوا، لأنه الوضع في الدنيا خصوصا بعد الكوفيد 19 كثير من الناس اللي كانوا يتبرعوا بطلوا يقدروا يتبرعوا. فيعني نحن في وضع لا نحسد عليه. طيب سيدة ماهرة، التبرعات تأتي فقط من داخل فلسطين؟ تفضلي. نعم، تقولين بأن التبرعات ضئيلة جدا وتتضاءل يوما بعد يوم، ما في تبرعات من السلطات الرسمية من وزارة التربية؟ وأيضا هل هناك من تبرعات تأتي من الفلسطينيين أو من العرب من خارج فلسطين؟ لا، بقدر أقول لك إنه في إلنا لجنة في جدة، إلنا لجنة في جدة ثلاث أرباعهم من فلسطين بتبرعوا لنا شهري، لكن يعني قد ما يتبرعوا ما بكفيش لل 91 موظف، بعدين للمصاريف الجارية. بعدين في عنا متبرعين في عمان، في لجنة إلنا في عمان كمان بيجمعوا لنا فلوس، لكن كل اللي بيجمعوا خصوصا بعد الكوفيد صار المبلغ كتير قليل ما بيكفي. فالدول العربية بقدر هقول فيش حد من الدول العربية بيساعدنا إلا أفراد اللي بيزورونا وبيتعرفوا علينا وبيشوفوا إيش اللي نحن بنعمله، ساعتها بتبرعوا. طب أنا متطوعة لي 28 سنة 28 سنة رئيسة مجلس أمناء مؤسسة دار الطفل العربي ومتطوعة، يعني باخدش ولا قرش، بالعكس إذا بيكون في عندي شوية مصاري زيادة بتبرع فيهم. ف يعني طيب سيدة ماهرة، في النهاية المفروض يجيب لك تبرعات أكثر. هل هناك يعني هل لديكم سيدة ماهرة أي مناشدة لأي جهة من أجل استمرار مثل يعني هذه الفعاليات في هذه المدرسة لتحقيق الأهداف التي أوضحتموها؟ هل من مناشدة أو جهة تخاطبونها الآن لدعمكم؟ خاصة عبر التلفزيون العربي الكل يسمعك ويشاهدك. بالضبط. إن شاء الله الكل يسمعني ويحس بدار الطفل ويدعمها. وبحب أقول لكم بيتين شعر عن يعني بتحكي عن القدس، بقول: ليس فينا ليس منا من تجاه في القدس فكرة، شيخنا والطفل منا تسكن الروح وصدره، كيف ننساها وفيها مسجد الأقصى وصخرة، كيف ننسى القبلة الأولى ومعراجا إلى أقدس سدرة، ليس فينا من تهون القدس في عينيه مرة، نبذل الروح نضحي لتعود القدس حرة، كل ما في الأرض أشواك وأرض القدس زهرة. فأرجو من أهلنا اللي بيسمعونا وخصوصا إلنا أهل كتير فلسطينية موجودين برضو في قطر وفي كل البلاد العربية، إنهم ما ينسوا القدس وما ينسوا أهل القدس، لأنه كلياتنا بحاجة لدعمكم حتى نقدر نضلنا صامدين في بلدنا. كيفية التواصل سيدة ماهرة، كيفية التواصل معكم للتبرع ولمساعدتكم؟ طبعا اي انسان بده يتواصل معنا بيقدر على على الايميل تبع دار الطفل اللي هو دار انفو دي اي ار اي ان اف او ات دار طفل تي اي اف دي اي ار تي اي اف ال دوت اورج، بيقدر يبعث لنا رساله ونحن بنعطيه أرقام حساباتنا، بنقول له كيف يتبرع لنا. يعطيك العافية سيدة ماهرة جمال الدجاني، كنت معنا من القدس رئيسة مجلس أمناء مؤسسة دار الطفل العربي، شكراً.